أجواء رياضية أخوية شهدتها بطولة سداسيات جمعية صباح السالم لكرة القدم وسط مشاركة كبيرة من المساهمين للمرة الرابعة على التوالي، وتوج فريق المرحوم رحيم العتيبي بلقب البطولة. عبدالله الأنصاري معه المزيد. للمرة الرابعة على التوالي جمعية صباح السالم التعاونية تبدع في تنظيم دورة سداسيات كرة القدم. حفل الختام كان برعاية الشيخ الدكتور طلال الفهد وبحضور الشيخ خالد طلال الصباح. هذا رابع دورة حرصت جمعية صباح السالم ومجلس الإدارة على إقامتها لحفظ أوقات الشباب والاحتواء الشباب حقيقة، التركيز على الشريحة هذه اللي تعتبر شريحة كبيرة في المجتمع في المنطقة في منطقة صباح السالم. شارك في البطولة 32 فريقا وحصل على لقبها فريق المرحوم رحيم العتيبي بعد أن تغلب على فريق الشهيد عبدالله النصار في المباراة الختامية. الهدف من الدورة هو يعني التواصل الاجتماعي بين أبناء المنطقة، وكانت الدورة يعني 32 فريق، ولكن لله الحمد تقدم 37 فريق واخترنا 32 فريق عن طريق القرعة. وكان الفريق يتكون من 8 لاعبين، 6 أساسيين و2 احتياط. كان من الإجمالي 8 4 أساسي من ضاحية صباح السالم والأربعة الآخرين من خارج ضاحية صباح السالم. سبق المباراة النهائية لقاء استعراضي جمع القادسية والعربي. هذه المباراة لاقت استحسانا وتفاعلا كبيرا من الجماهير الحاضرة. مهرجان مميز نظمه مجلس إدارة جمعية صباح السالم، الهدف منه احتواء شباب المنطقة. عبدالله الأنصاري، مدرسة عيسى اللغاني، تلفزيون الوطن. شكرا عبدالله الأنصاري بهذا الجولة الرياضية. انتهت والنشرة الجوية، ولكن بعد الفاصل.